في طرابلس الكبرى اجتمعت مؤسسات المجتمع المدني بفندق الودام بطرابلس بتاريخ 21/5/2014. نؤكد المجتمعون بأننا لن نفرط في مكتسبات دورة 17 فبراير المباركة والمتمثلة في تحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة، وتؤكد أن المؤتمر الوطني العام من الشعب الليبي المنتخب من الشعب الليبي هو الجهة الشرعية الوحيدة في ليبيا. ونؤكد على ما يلي: 1. الرفض التام للمبادرة التي قدمتها الحكومة المؤقتة بشأن الأحداث الجارية بليبيا. 2. نؤكد للشعب الليبي إن ما يقوم به المدعو حفتر هي عملية انقلابية ضد ثورة فبراير والتحول الديمقراطي. 3. نرفض ونقاوم أي تدخل أجنبي من أي دولة أجنبية أو عربية في شؤون ليبيا الداخلية. 4. نتمسك بالحراك السلمي. 5. نطالب النائب العام بفتح تحقيقات جدية في الجرائم والاعتداءات الدامية التي حدثت ببنغازي مؤخرا بكل شفافية، وتقديم الحقائق للشعب الليبي وتقديم الجنات للعدالة. 6. نطالب المؤتمر الوطني والحكومة والنائب العام بتحمل مسؤولياتهم فيما يتعرض له المدنيون من سكان طرابلس باعتداء الميليشيات الإرهابية القعقاع والصواعق المدني والميليشيات القبلية في منطقة من مجرمي ورشفانة في منطقة ورشفانة. 7. نطالب النائب العام بإصدار مذكرة جلب ضد المدعو عبد الله ناكر لتهديده وتنفيذ التهديد بقتل وترويع الآمنين بطرابلس. 8. ندعم قيام الجيش والشرطة على أسس وطنية ولائها لله والدفاع عن الوطن. 9. نطالب المؤتمر الوطني والحكومة بتنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 27 والقرار 33 والقرار 130. 10. نرفض الإرهاب وترويع المدنيين تحت أي مسمى وندعم الشرعية. 11. نطالب كل ثوار ليبيا إلى الانضمام لثوار العاصمة ومجلس العسكري لطرابلس لحمايتها والدفاع عن مكتسبات ثورة 17 فبراير. 12. دعوة عامة لسكان طرابلس الكبرى للخروج في مظاهرة بميدان الشهداء يوم الجمعة القادم الموافق 24/5/2014 للتعبير عن مشاعرهم ورفضهم لما يجري من أحداث صدر في طرابلس يوم 21/5/2014 مؤسسات المجتمع المدني طرابلس الكبرى.